أهلا بكم من جديد. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، تتصل بآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك. وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ صباح الخالد الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت مبعوث صاحب السمو أمير دولة الكويت، يرافقه معالي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة، وذلك خلال استقبال صاحب الجلالة له في قصر الصافرية هذا اليوم. كما نقل المبعوث إلى جلالة الملك المفدى تحياتي وتقدير أخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وتمنياته الطيبة لشعب مملكة البحرين بدوام الرخاء والتقدم. ورحب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله بوزير الخارجية الكويتي والوفد المرافق، وكلفه بنقل تحياته وتمنياته الخاصة الخالصة لأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت وللشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التطور والازدهار. وأعرب جلالته عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والشقيقة دولة الكويت، والتي تشهد المزيد من النماء والتطور في شتى الميادين. وأشار جلالة الملك المفدى خلال اللقاء إلى الأحداث والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب من الجميع وحدة الصف والتكاتف والتآزر والعمل المشترك لمواجهة كافة المخاطر والتحديات انطلاقا من وحدة الهدف والمصير.